الراية البيضاء في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر 4 سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الرابع من علامة 1200 متر على جائزة نادي الفروسية التقديرية. البداية مع سانوج في المركز الأول، وشاهد الآن المحاولات لجعيثن من الخارج للدخول في هذه اللحظة، وكذلك هناك وشاهد مصالح في محاولة لخطف الصدارة، هنا خطف الصدارة مصالح، وكذلك جعيثن في المركز الثاني وسانوج في المركز الثالث. مشاهدين الكرام، بداية سريعة في هذا الشوط كما تشاهدون، قيادة لمصالح لأبناء سعود مرزيق الشيباني في هذه اللحظات في المركز الأول، مع مطاردة لجعيثن في هذه اللحظات في المركز الثاني، والمحاولات تأتي لزيتوني في محاولة أيضا للتقدم، وكذلك رقم 18 نجد إكسبرس التقدم في هذه اللحظات. لا زالت البداية حتى هذه اللحظة لرقم 10 مصالح الذي ينفرد بالصدارة في هذه اللحظات. مصالح مع جبرتو راموس انفراد بالصدارة، الابتعاد عن البقية في هذا الشوط في طريقه لحصد جائزة نادي الفروسية التقديرية. مصالح ما شاء الله تبارك الله، ابن بانديني بكل قوة يخطف الصدارة من البداية وحتى النهاية محافظا عليها ما شاء الله تبارك الله، تحت تدريبات المدرب القدير سعود مرزيق الشيباني وقيادته.